كل الصفات الحسنة اللي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم عم نسويها، والحمد لله الله بجاه النبي تقبل الصفات، الطيبة، الأخلاق، التسامح، كل أخلاق سيدنا محمد فيها. يعني هي أخلاقنا وهي أخلاقه، ولازم نحن نتقيد بهذه الشغلات هي. يعني مثلا إنه بيعتمد على حاله بأضاء حوائجه، مثلا عليه الصلاة والسلام كان يخيط ثوبه، يجيب المي لحاله، مثلا ما يقول لحدا يجيب له، وسنته يعني نوافل بالصلاة وغيره. صلة الرحم وحدة، عندك الأخلاق العالية، أخلاق النبي، معاملة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني السنن اليومية يعني بيأديها النبي، المحبة والرحمة والمسامحة، يعني كل شيء صفات هلا بهذا المولد النبوي مسامح فيه. الكرم حلو، الكرم حلو، الواحد يكون كريم، اسم من أسماء الله الكريم. يعني الكرم هو أهم شيء، وأغلب الشيء اللي عم يصير بهالأيام الناس ما في كرم، ما في بركة، ما في شيء. إذا ما في صدق فسد كل شيء، يعني وتاخ إنك ما تكون ضعيف وجبان من أي شيء، تواجه أي شيء يعني كل رياحة. المسامحة، المحبة، الوصية بالجيران، يعني الجيران عندي مقدسين، يعني أوصانا فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى ظن انه بده يورثهم. النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان كثير قلبه طيب، يعني عنده رحمه، هو نبي الرحمه، هو الرحمه المهداه اصلا، هو الرحمه المهداه.